السلام عليكم. الحوثيون يعلنون احتجاز سفينة إسرائيلية وإسرائيل تعتبره حادثا خطيرا. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أفادت وسائل إعلام يمنية نقلا عن مصادر في حكومة صنعاء بأن قواتها احتجزت سفينة نقل إسرائيلية كانت تبحر في البحر الأحمر، وذكرت تقارير أنها تحمل اسم جلاكسي ليدر وعلى متنها طاقم يضم 22 بحارا. ونقلت قناة الميدان عن مصادرها أن القوات البحرية اليمنية تحتجز 52 شخص كانوا على متن السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر، وأضافت أن طاقم السفينة ومن كانوا عليها هم حاليا قيد التحقيق معهم والتثبت من جنسياتهم من قبل الأجهزة الأمنية المعنية. بدوره نقل موقع ولا عن مصدر إسرائيلي تأكيدا أن الحوثي احتجزوا سفينة بملكية إسرائيلية جزئية، وأضاف أنه حسب التقارير الإسرائيلية لا يوجد مواطنين إسرائيليين على متن السفينة. وذكرت مصادر إسرائيلية أخرى أن السفينة التي استولى عليها الحوثيون مملوكة للشركة شيبن راي التابعة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنجر، لكنها مستأجرة لشركة يابانية، وأنه لا وجود لإسرائيليين على متنها وجميع أفراد الطاقم يابانيون. من جانبه اعتبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حادث اختطاف السفينة النقل من قبل الحوثيين بالقرب من اليمن في البحر الأحمر حادث خطير على المستوى العالمي، وأضاف أن السفينة ليست إسرائيلية بل سفينة انطلقت من تركيا وفي طريقها إلى الهند وعلى متنها طاقم دولي أي دون إسرائيلي. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.